السودان قوات المسلحة. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالية تلقى تهاني عيد الفطر من مجلس الوزراء والأعضاء وقادة الأجهزة النظامية. والي الخرطوم يشيد بجهود جهاز المخابرات في معركة الكرامة. والي ولاية سنار يتفقد ارتكازات القوات المرابطة في الخطوط الأمامية. أهلا بكم. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من عضوي مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق والركن شمس الدين كباشي ومساعد القائد العام الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من أعضاء مجلس الوزراء بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق والركن شمس الدين كباشي ومساعد القائد العام والفريق بحري إبراهيم جابر. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من وفد جهاز المخابرات العامة برئاسة المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن إبراهيم مفضل بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي ومساعد القائد العام والفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة برئاسة مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة خالد حسان بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق والركن شمس الدين كباشي ومساعد القائد العام الفريق بحري إبراهيم جابر. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من وفد ضباط وضباط صف وجنود قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية برئاسة قائد المنطقة اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومساعد القائد العام والفريق بحري إبراهيم جابر. نحمده إلى الله سبحانه وتعالى وشهداء الجهاز بصفة خاصة، وإن شاء الله ربنا يشفي الجرحى والمصابين ويفك المأسورين ويعود المفقودون. التنسيق كان تنسيق عالي،
مع اخوان القوات المسلحه حركتنا وادارتنا احنا فالحمد لله ما وصلنا ما شعرنا بأي شيء بيننا وبينه، التنسيق على أعلى مستوى، حتى الشغل اللي تم ده كله يعني بفضل تضافر الجهود مع بعض والناس منسجمة الحمد لله. أطمنكم من الجانب ده. الجانب الآخر ما زلنا برضو متماسكين معهم للأعمال اللاحقة وللمرحلة الثانية، وإن شاء الله قوتنا على هبة الاستعداد وكل يوم نحن ماشيين للأحسن. تفقد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية الوزير المكلف بولاية الخرطوم صديق حسن فريني عددا من الأسر المتعففة في إطار برنامج الراعي والرعية. يرافقه مدير ديوان الزكاة بمحلية الكرري ممثل أمين ولاية الخرطوم محمد يعقوب الغزالي ومنسق عام لجان التسيير والخدمات فخر الدين آدم. وقال المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية إن الزيارة بهدف دعم الأسر المتعففة والوقوف على أحوال المتأثرين بالحرب، فيما أكد مدير ديوان الزكاة بمحلية الكرري استمرار الديوان في تقديم الدعم للأسر. تفقد المدير التنفيذي لمحلية كرري بالإنابة أحمد حسن البشير يرافقه الضابط المناوب لغرفة طوارئ العيد برئاسة المحلية ياسر التوب إسماعيل وأعضاء الغرفة. تفقدوا مستشفى بر الوالدين التعليمي بالحارة 21 ومركز صحي الحارة 17 ومحطة مياه المنارة. ووقف المدير التنفيذي للمحلية على سير العمل مشيدا بجهود العاملين في الخدمات الصحية والعلاجية والمياه والنظافة، موجها بتكثيف الجهود وتكامل الأدوار لتقديم الخدمات للمواطنين. استعرضت غرفة طوارئ العيد بمحلية كرري برئاسة الضابط المناوب للغرفة ياسر التوم إسماعيل القضايا المتعلقة بالخدمات ومعاش الناس ودور لجان التسيير والخدمات. وشدد ياسر على أهمية تضافر الجهود بمراكز الإيواء وخدمات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء والنظافة والأسواق والمخابز. الآن نقف على أحوال جميع الأحوال الموجودة في المراكز الصحية والنظافة والمياه والكهرباء والشوارع، هذه غرفة منوط بها تقف على هذه الأحوال. والآن الحمد لله يعني كل الأحوال هادئة تماما ولا يوجد شيء يذكر فيه يعني الحمد لله. تلقى والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير برئاسة محلية المناجل تهنئة وتبريكات عيد الفطر المبارك من الأجهزة الأمنية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والرموز والأعيان والمقاومة الشعبية. أكد رئيس المقاومة بالولاية الشيخ عبد المنعم أبو ضريرة استعداد المستنفرين للقتال مع القوات المسلحة حتى تطهير الجزيرة من المرتزقة والمأجورين. بعدها طوال تحركنا الى الغوات الى متحرك المناقل الغربي لكي نبشرهم بان النصر قد لاح بفضل مجهوداتهم الكبيره التي بذلت في الايام السابقه، وقد كانت الوزبه الاولى وزبه ناجحه جدا جدا، والحمد لله تلقينا منهم تنوير طيب وان الوضع مستقر وامن، وانهم قريبا ان شاء الله سوف نلتقي في مدني عاجل الجرحى لمصابي العمليات، وربنا يتقبل شهداء معركة الكرامة. تلقى والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من أعيان ورموز ولاية القضارف الذين أكدوا جاهزيتهم للدفاع عن الوطن وصد الأعداء والمتربصين. أكدت قيادات وأعيان ولاية القضارف وقفتها الصلبة مع القوات المسلحة واستجابتها لنداء رئيس مجلس السيادة بالوقوف صفا واحدا لدحر العملاء وأعضاء الوطن من ميليشيا الدعم السريع. وقفتنا وثباتنا وموقفنا الذي لا يتبدل ولا يتحول ضد العدوان القاسي من الغوات المتمردة غوات الدعم السريع، ونحن إذ نقوم بهذه أو نقف هذه الوقفة إجلالا وإكراما لهذا الوطن العظيم. أيضا أنتهز هذه السانحة وأن أتقدم يعني بتهاني العيد السعيد للأمة الإسلامية القاطبة. نحن نؤكد
وقوفنا الصلب خلف القيادتين القومية والولائية، وإن شاء الله سنزود عن السودان، وإن شاء الله نرجع الأشياء التي سحبت والبيوت التي خربت والمشاكل التي وصلت. ونهني الشعب السوداني، نهني القوات المسلحة وكل أركان حرب القوات المسلحة، ونخص بالتحية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وأركان حربه، ونخص أخواننا في الحركات المسلحة جميعا، وبنرسل له رسالة ونقول له نحن في ولاية قضارف شعبا وقوات نظامية وحكومة جاهزين لدحر العدو الغاشم الذي سلب واغتصب وقل الأدب، ونحن جاهزين في ولاية قضارف وجاهزين على تحرير أي شبر من السودان. حركات الكفاح المسلح جاءت تهنئتها بالعيد السعيد ميثاقا لأن يظل السودان واحدا موحدا وآمنا مستقرا. نجدد عهدنا مع الشعب السوداني ومع القوات المسلحة بأننا ماضون في حسم هذه الميليشيا المتفلتة التي أرادت أن تفكك السودان وتضعف شعبه لصالح جهات لديها أغراض واضحة في دولتنا السودانية. أن القوات المساندة للقوات المسلحة السودانية ستمضي قدما مع القوات المسلحة في كل محاور القتال المختلفة حتى إعلان النصر المؤزر بإذن الله تعالى. والآن نحن متحركتنا جايس للحسم المعركة النهائية للقوات الدخيلة والمرتزقة والقتلة زي ما لقناكم درس في خرب دارفور. الآن متحرك كدن النمبر 1 جاهز، النمبر 1 جاهز، نمبر 2 جاهز، نمبر 3 جاهز، نمبر 4 جاهز، ل 12 متحرك. مدير عام وزارة المالية نجاة أحمد محمد جددت التزام الحكومة بالوقوف مع جرحى ومصابي العمليات حتى يتحقق النصر المبين. ولاية القضارف لجرحى العمليات بمحلية الفاو بعدد من المستهلكات والمعينات الطبية تم إرسالها إلى الفاو، وبهذا استطعنا أنه نؤمن جزء كبير من الجرحى في الفاو. وهكذا تؤكد مكونات مجتمع القضارف والحركات المسلحة وخفتها الصلبة مع القوات المسلحة من أجل وطن واحد شعب واحد. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. قامت حكومة الولايات الشمالية بزيارات مختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تركت الأثر الإيجابي لا سيما لدى جرحى العمليات، وعمقت الصلات الطيبة التي يتميز بها مواطنو الولاية. تماشيا مع مناسبة العيد المبارك، قام والي الولايات الشمالية الأستاذ عبدين عوض الله محمد بزيارة لجرحى العمليات بالمصيف العسكري، مقدما التهنئة والمباركة ومحيا التضحيات الجسام التي تقوم بها القوات المسلحة في ميادين المعركة. زيارة لهؤلاء وجرت الاستحسان والقبول باعتبار أن هرم الحكومة يولي الاهتمام الأكبر. نحن نقول لكم إن شاء الله منتصرين بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن من هنا بنحيي القوات المسلحة في كل مكان، نحيي القائد الأعلى للقوات المسلحة، آمنين ومتمنين بإذن الله سبحانه وتعالى النصر لكل متحركاتنا تجاه الجزيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي الخرطوم وفي المنطقة الغربية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن واثقين أنتم موجودين هنا، الولاية الشمالية آمنة. زيارات تعددت لواجهات مختلفة تعضيدا لروح الراعي والرعية وغرسا لمعاني التكافل الاجتماعي والتساند الذي يفشي المحبة والوئام. والتحية أيضا لإخوتنا العاملين في مجالات الشؤون الاجتماعية القابضين على الزينات في الإيواءات والمنظمات وفي كل المحافل، وأيضا تحية للمرأة السودانية أمهات الشهداء وأخوات الشهداء المستنفرين المعدات لزاد المجاهد. وإن شاء الله يعني نحسب أنه النصر غريب،
وفي هذه الأيام المباركة يمكن الجهد الكبير اللي بيقوموا به الإخوة في القوات المسلحة والمستنفرين والمقاومة الشعبية والمواطنين، ونحن حقيقة سعيدين جدا أنه إحنا في محلية بنقلة كامل التأمين لهذه المحلية. ولأن أهل الولاية الشمالية بينهم روابط الإخاء، تأتي زيارات حكومة الولاية الشمالية إعلاء لشأن السماح ونبذا لما يعكر صف المجتمع من أجل مجتمع رسالي يؤدي دوره وكامل واجبه. ونريد أن نطمئن المواطن على مستوى الأدوية والمستهلكات، الآن مستغل جدا في الولاية كل الأدوية كل المستهلكات كل أدوية الطوارئ، ومن هذه من هذا المنبر نحيي الجيش الأبيض، نحييه على صبره وعلى مثابرته. زيارات حكومة الولاية والتي لم تنقطع تكون ذات الأثر الطيب بحسب متابعينا، ومن شأنها أن تعزز وتقوي وتوحد النسيج الاجتماعي. ناجي فاروق لتلفزيون السودان، الولاية الشمالية دنقلة. تفقد والي سنار المكلف توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية ارتكازات القوات المسلحة، وقدم الوالي وأمانة ديوان الزكاة وأبناء مدينة سنجة معايدة للجنود المرابطين في الثقور. لحد كانوا شغلنا يا زيدة أول يوم العيد أول أيام العيد. جولة واسعة قام بها والي سنار توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية على ارتكازات الجيش بالخطوط الأمامية. وقدم والي سنار توفيق محمد علي وأبناء مدينة سنجة المعايدة للجنود المرابطين في الثغور وهم يقبضون على الزناد للدفاع عن الأرض والعرض. وحيا أبناء مدينة سنجة القوات المسلحة مؤكدين وقفتهم معها في خندق واحد. ونبارك العيد لأخواننا في القوات المسلحة، وإن شاء الله ربنا يعني ينصرهم ويجعل النصر الدائم للقوات المسلحة. ونحن والله من سنجة جينا عشان زي ما بيقولوا نتضامن مع أخواننا نادي وكذا، وإن شاء الله يا أخي ربنا ينصرهم ويجعل النصر الدائم للبلد أمن. وإن الجيش بموقع من القيادة بنصلي هنا العيد، وإن شاء الله الجيش منتصر وقواتنا منتصرة، ونحن في نعمة كبيرة جدا جدا ولله الحمد نعمة الأمن والأمان. ونؤكد للجميع المسألة بتاعت الانتصار دي مسألة بتاع الزمن، وما نعيش معاه الآن هو عبارة عن بورة سرطانية ستستأصل عاجلا أم آجلا. نحن أبناء سنجة ونؤكد وقفتنا في بلدنا ولن نخرج منها شبر. إلى ذلك تفقد الوالي دار الرحمة التي تضم العجزة والمسنين، وقدمت أمانة ديوان الزكاة هدايا للمسنين، كما شملت جولة الوالي تفقد سجن سنجة، وحيا مدير شرطة الولاية القوات المسلحة وهي تحقق نصرا تلو الآخر. ولكن دايرين نأكد لكم إنه إخوانكم الآن إحنا والله جايين من الثغور، جايين من الدفاعات الأمامية، إخوانكم بروحهم المعنوية عالية جدا، يمكن هنا أكثر راحة منهم قاعدين مرتاحين، لكن هناك والله قاعدين في حفرة، الواحد قاعد في حفرة عيت في داخل هذه الحفرة وصام في هذه الحفرة دفاع عن هذا الوطن. كما امتدت زيارة الوالي ولجنة أمنه لتفقد أحوال المرضى بمستشفى سنجة التعليمي. وأكد الوالي أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلاد. نصلي في هذه الفرش هم يصلون على الأرض داخل خنادقهم. لن تضغط لهذه الدولة السودانية راية إن شاء الله، لأنها مؤسسة على علم كبير وعلى تاريخ تليد وعلى سيرة عطرة يقودها إمام المجاهدين وسيد المجاهدين وسيد الناس أجمعين. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. جولة والي سنار توفيق محمد علي ولجنة أمنه في أول أيام عيد الفطر المبارك اطمأنت على
موقف الدفاعات والارتكازات للقوات المسلحة، كما أخذت الزيارة بجانب المحور الأمني منحا اجتماعيا يعبر عن اهتمام حكومة الولاية بالشريحة الضعيفة. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سي. نفذت أمانة ديوان الزكاة بولاية سنار بالتعاون مع محلية سنجة برنامج معايدة للقوات المسلحة المرابطة في الثغور، وقدم الديوان عددا من المساعدات للمقيمين بدار الرحمة بمدينة سنجة، فيما حي المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبد الله ناصر أبناء مدينة سنجة لإسهاماتهم في دعم القوات المسلحة. من هذا المنبر حقيقة أحيي كل العاملين بديوان الزكاة على مستوى السودان، وهم في هذه اللحظات حقيقة يقومون بتقديم العيدية لكل الأسر الفقيرة والمرضى والارتكاز. زادوا مراكز الإيواء وغيرها. تمت المعايدة المباركة من قبل الحكومة ومن قبل الإخوة المواطنين وأعيان وقيادات سنجة على الجنود المرتكزين في الخنادق، وتمت المعايدة وتمت الإهداءات لهم من المواطنين عبارة عن حلويات وخلافه، وتم إكرامهم بأنه برضه تم تقديم الذبائح لهم في ارتكازاتهم. أهلا بكم. تلقى والي ولاية جنوب كردفان المكلف محمد إبراهيم عبد الكريم تهاني العيد من كيان وحدة شعب النوبة بقيادة الأمير كاف طيار العاملة في المستشفيات بجهودهم المبذولة لتقديم الخدمات لإنسان الولاية. المستشفيات شغالة حقيقة 24 ساعة، نحن نشكر كل العاملين في القطاع الصحي للعمل الجليل، زي ما قال دكتور زي ما قال الشدائد دي تولد يا اخواننا الابتكارات كده، احنا نشكر كل العاملين احنا برغم الظروف المرة دي كله، نحن حقيقة المستشفيات أنا شغالة ليل ونهار والحمد لله، وهنا كمان غادي كل الظروف الفرض علينا اللي هي كل ولاية دارفور الخمسة هي مركزة في فاشل السلطان، نسأل الله الأمن والسلام والاستقرار وكل الناس إن شاء الله رجل المعاقين إن شاء الله. تدشين برنامج فرحة الصائم والذي يستهدف توزيع النقدي لعدد 1000 مستفيد من المرضى بمستشفيات الفاشر. أحمد جمام، تلفزيون السودان، ولاية الشمال دارفور، الفاشر. قام والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وداع الله بزيارات للأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية، مقدما تهاني وتبريكات عيد الفطر المبارك. وشملت الزيارات قيادة الفرقة الخامسة مشاة وجهاز المخابرات العامة ودار الشرطة. في إطار برامج زيارات والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وداع الله للأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لتقديم تهاني عيد الفطر المبارك، والتي ابتدرها بقيادة الفرقة الخامسة مشاة مقدما التهاني لضباط وضباط الصف وجنود الفرقة الخامسة مشاة، والتي أكدت الجاهزية للزود عن الوطن وحماية مواطن الولاية والدفاع عن الأرض والعرض. صيغتنا في قواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية الثانية وكذلك المستنفرين اللي هبوا يعني نصرة للوطن ونصرة للقوات المسلحة. بإذنه تعالى النصر حليف الشعب السوداني مهما تطاولت هذه الأزمة، لكن في النهاية الحق حق والصاح صاح. هذا الأمر لنهاياته
ونهاياته بإذن الله تعالى هي نصر للشعب السوداني. وبمقر جهاز الأمن والمخابرات العامة قدم والي شمال كردفان تهاني وتبريكات عيد الفطر المبارك لأفراد جهاز الأمن والمخابرات مشيدا بدورهم الكبير وتضحياتهم للزود عن حياض الوطن. وتواصلت الزيارات وبدار شرطة الولاية قدم عبد الخالق عبد اللطيف تهاني العيد لضباط وضباط صف قوات الشرطة والإدارات العامة والمتخصصة وهم يسهرون من أجل حماية أمن واستقرار مواطن الولاية وجميع المؤسسات. يعني احنا في تنسيق تام، يعني احنا يمكن الشق التأميني داخل المدينة من ارتكازات ومن شغل بتاع أطواف ليلية بمعية القوات المسلحة شغالين فيهم، ونحن لهم بالمرصاد، هم والميليشيا وعلى رأسهم الطابور الخامس والخونة بالداخل، يعني لن نغفل عنهم. وبيض طبعا نقطة بتاع التحكم للسودان، هي سرة السودان. حكومة ولاية شمال كردفان أشادت بالتناغم والتنسيق الكبير للأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية. الولاية دفاعا عن الوطن حتى يتحقق النصر للسودان. أمس المدينة كلها صلت صلاة العيد ولا طلق، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، نشكر الله عليه. ونسأله أن يمد لنا كثير جدا من الأمن وبسط الأمن في الولاية. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نصبر عليه، الشعب السوداني صبر وما زال صابرا وصامدا، إن شاء الله ربنا يعوض صبره. والصمود بخير إن شاء الله، وكل سنة أنتم طيبين. معايدات والي شمال كردفان للأعيان والفعاليات والقطاعات والأجهزة العسكرية والتنفيذية والشرطية. تأتي والولاية تنعم بالأمن والاستقرار من كافة مكونات مجتمع الولاية. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. قدم والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعاملين بالتلفزيون. التلفزيون القومي ممتدحا أدوارهم الوطنية في إسناد ودعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة، إلى جانب تقديمه التهاني للعاملين بإذاعة بلادي وإذاعة البحر الأحمر، متمنيا أن يعم السلام والاستقرار في ربوع الوطن، مؤكدا قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية في دحر ميليشيا الدجل الإرهابية. من ناحية أخرى، وقف والي البحر الأحمر على الأعمال الجارية في تركيب الطرمبات الساحبة للمياه من سد علي البوابة. في منطقة أربعات إلى الخط الناقل لمدينة بورسودان، وأكد الوالي أن حكومته تبذل جهودا مقدرة لمعالجة مشكلة شح المياه بالمدينة بسبب نقص مخزون المياه بسد البوابة العليا. التهنئة للإخوة مواطني ولاية البحر الأحمر بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حقيقة الكل يعلم أنه الأيام دي يعني في شح في المياه في مدينة بورسودان. حقيقة نحن وصلنا الآن اليوم إلى السد لمتابعة الأعمال الجارية لتلافي هذه الأزمة. يمكن نحن الآن في السد ومعانا كل الإخوة
المهندسين والعمال الموجودين في هيئة مياه ولاية البحر الأحمر. طبعا لما شفته قبل شوية استاذ يمكن الموية بقت شوية فيه تنقص لوجود الإطماء والصرف الزايد من السد. الآن الحمد لله تم استيراد حوالي 30 طرمبة مياه وجاري تركيبها في الخور بتاع السد بتاع الأربعات، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يمكن نتلافى هذه الأزمة. عبرت الفعاليات والأعيان والإدارات الأهلية والطرق الصوفية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وحركات الكفاح المسلح والأحزاب السياسية بولاية شمال كردفان عن أملهم أن تعود مناسبة عيد الفطر المبارك والسودان يرعم بالأمن والاستقرار. جاء ذلك لدى تقديمهم تهاني عيد الفطر المبارك لوالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف بالأبيض. عيد الفطر المبارك عاد الله علينا وعلى الأمة السودانية باليمن والبركات. ايضا نهني قوى شعبنا المسلح الباسلة الظافرة ان شاء الله المنتصرة ابدا على فلول التمرد والميليشيا بهذه الانتصارات الباهرة. ننتهز هذه الفرصة المباركة لنحيي ونعيد على جميع اهلنا في مدينة الأبيض وفي ولاية شمال كردفان، ونعتبر ان هذه المدينة تعيش ايام فرحة وتعيش ايام سلام. هني الشعب السوداني وهني المرأة الكردفانية بحلول عيد الفطر المبارك، والذي نأمل فيه أن يتحقق السلام إن شاء الله وأن تستقر الأحوال، ونأمل لحكومة ولاية شمال كردفان التقدم والاستقرار. نتمنى أن ربنا يزيل كل الأشياء دي والناس المدارين السلام والناس اللي جوا من برا البلاد كمرتزقة وأفسدوا البلد. حقيقة نحن نصلي أن ربنا يبعد كل شخص ما عنده وطنية وداير بس لمصلحته الخاصة، إن ربنا يبعدهم. ننظر جميعا أن تكون هناك خطوات فعالة، جهود ومبادرات مجتمعية مختلفة في كافة المجالات تستنهض الهمم وتساهم بصورة كبيرة في البناء المجتمعي. قدم المدير التنفيذي لمحلية عطبرة عبد الرؤوف حسن المبارك التهاني والتبريكات لجرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري ومستشفى الشرطة بمدينة عطبرة، وأكد عبد الرؤوف التزام المحلية بتقديم الدعم للمستشفيات حتى تطلع بدورها في علاج مصابي معركة الكرامة. التفقدية لإخوان مصابي وجرحى عمليات الكرامة، نسأل الله أن يضم بجراحهم إن شاء الله ويعجل لهم بالشفاء. شاركت في هذه الزيارة إن شاء الله أخواننا في لجنة من المحلية، وأخواننا في الغرفة التجارية، وأخواننا في الزكاة ديوان الزكاة، وأخواننا قيادات محلية عطبرة. متمنين للجميع إن شاء الله الصحة والعافية، وننصر الوطن ويثبت أركان الدولة إن شاء الله. إحنا الآن بمستشفى الشرطة لزيارة تفقدية جرحى العمليات واسم الغرفة التجارية في محلية عطبرة. حقيقة نحن من الآن فصاعدا يعني، وكان نفس الحماس عندنا، لكن الزيارة دي أدتنا حماس يعني خلتنا نحن عايشين في روحانيات عالية جدا. تقديم فرحة العيد من ديوان الزكاة محلية عطبرة لجرحى العمليات، بنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا ينصر القوات المسلحة والمستنفرين. هذا وهنأ جرحى ومصابي معركة الكرامة الذين يتلقون العناية الطبية بالمستشفى العسكري بعطبرة بولاية نهر النيل هنأ الشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين أن تعود المناسبة والبلاد تعيش في أمن وسلام واستقرار. الحمد لله، الله ما شاء الله، من مستشفى عطبرة سلام الله، وهنا الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية، وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين. والله الناس هنا ما قصروا معنا، الحمد لله ما في أي عوية. أولا أهني الشعب السوداني عامة والقوات المسلحة خاصة وبمناسبة عيد الفطر المبارك، ونتمنى أن القوات المسلحة تنتصر في كل المواقع، وإن شاء الله منتصرين والنصر غريب بإذن الله. والمستشفى والله الحمد لله ما مقصرين مننا في أي شيء. أحني الشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، وكل الشعب السوداني كل سنة وإنتوا طيبين إن شاء الله، اتعود عليكم الأفراح في كل سنة نتلاقى إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير،
وربنا إن شاء الله ينصر المسلمين وينصرنا كلنا إن شاء الله. ونحن جرحى هنا في عطبرة والحمد لله تعافينا والله في نعمة تامة. المعايدة جاتنا وما قصروا والعلاجات ماشية والحمد لله. عارف شرطة سيف الدين أحمد الحاج بركات، تفاوض عمليات. نتمنى الشعب السوداني ومبارك لهم تكون لهم كل سنة وانتم طيبين والقابل على أمنياتكم. ونهنى أخواننا في الميدان ونقول لهم شدوا حيلكم في المؤامرة الكبيرة دي، وأخواننا الشهداء إن شاء الله ربنا يتقبلهم شهداء. أنا رسل تحانينا لأسرتنا تمثل في الحاجة ديال حمدان موسى، ديال حمدان موسى والأخ موسى والأخ رضوان، وأقول لكم إني مصاب في معركة أمدروان في معركة الكرامة في الدوحة يوم 31، والآن بحالة جيدة في مستشفى شرطة بعطبرة، وما يعرف غاي وأخواني ما قصروا معي في عطبرة. قدم المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ التهاني والتبريكات لجرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفى السلاح الطبي بشندي ومراكز الإيواء وسجن شندي. وأشاد خالد بالمبادرات المجتمعية لمواطني شندي الداعمة للجرحى والمصابين بجانب كفالتهم لأسر الشهداء وتسيير القوافل الداعمة لإسناد القوات المسلحة. نقدم التهنئة لكل مواطني محلية شندي وللإخوة في القوات المسلحة ومثلة في الفرقة الثالثة مشاة. حقيقة نهنيهم وهم الآن يخوضون معركة الكرامة والعزة ويقدمون في ذلك المهج والأرواح. محقق الشعار جيش واحد وشعب واحد، وهم الآن يقفون معنا دعما وسندا للجرحى بكل المكونات، حتى ديوان الزكاة كان له القدح المعلى، المدير التنفيذي له القدح المعلى، ونحن من هنا عبر السيد ناظر عموم الجعاليين بنزج التحية لكل إنسان ولاية نهر النيل قاطبة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. سيرت الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بمدينة النهود قافلة لقيادة اللواء 18 مشاة بإشراف اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة، وكان في استقبالها قيد اللواء 18 مشاة العميد الركن المغيرة مبارك وعدد من ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة. وأرجع أقلب الصفحات، تعرفوا الجيش قاتل ليش؟ عشان وحدة تراب النيل، عشان ما يطمع اي دخيل، عشان العرض والدين ما تنعكم الخواجات. بهذا الحماس المتدفق سيرت الهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحة تحت إشراف اللجنة الأمنية بمحلية نهود سيرت قافلة معايدة الخنادق لدعم وإسناد قوات اللواء 18 مشاة بجبل حيدوب، حيث كان في استقبال القافلة بمكتبه سعادة العميد ركن المغيرة مبارك علي قائد اللواء 18 مشاة وضباط وضباط صف وجنود اللواء. رئيس الهيئة الشبابية بمحلية النهود الجيل الهادي أحمد الحبيب أكد وقوف الشباب بالمحلية إلى جانب قواتهم المسلحة. إخوانكم في هذه الهيئة بإشراف السيد المدير التنفيذي لمحلية النهود يسيرون قافلة، وهذا هو قليل من كثير. المهندس محمد سليمان الهيلة رئيس الهيئة الشبابية بولاية غرب كردفان حيا صمود القوات المسلحة في الذود عن حياد الوطن. نحيي أخواننا في القوات المسلحة السودانية، نحييهم وهم رمز العزة ورمز الصمود ورمز الشموخ لنا، نحييهم وهم يقدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة هذه الدولة ومن أجل الحفاظ والصون على مكاسب هذه الدولة. وأطلق الدكتور البشير آدم عامر ممثل الهيئة الشبابية بالمركز عدة رسائل تحذيرية للميليشيا المتمردة ولأعداء الوطن. أول رسالة بنرسلها للعالم أجمع إنه الشعب السوداني وشباب السودان عموما مصطفين صف واحد مع قواتهم المسلحة. الرسالة الثانية لكل الدول الواقفة مع الميليشيا بنقول لهم كفوا أيديكم عنا. إلى ذلك فقد خاطب القافلة المقدم ركن أبو بكر الباشا ممثلا للقوات المسلحة مشيدا بدور الشباب في منطقة دار حمر لمساندتهم
قوات الشعب المسلحة. دي المحرية في دار حمر، وقفتهم الآن معانا دي ما حاجة جديدة. نحن هنا بنوجه شكرنا لكل الناس في دار حمر ولأمارة دار حمر ولكل العمد والشراتي وكل المستنفرين وكل النظاميين. المدير التنفيذي لمحلية نهود موسى علي إبراهيم قال إن بشريات النصر بدأت تلوح في الأفق، مؤكدا انتصار القوات المسلحة لا محالة. ونحيي الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المرابطين في هذه المنطقة، والبشريات بدأت تلوح في الأفق. هذا وقد قدمت الهيئة الشبابية دعما عينيا لإسناد القوات المسلحة المرابطة برئاسة اللواء 18 مشاة بجبل حيدوب. كباشي موسى، الحاج أبو عقلة، لتلفزيون السودان، النهود. نظمت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بمطار بورسودان الدولي برنامج معايدة للمواطنين العائدين للبلاد من الخارج بحضور ممثل الإدارة العامة للجوازات والهجرة العميد شرطة بابكر أونور محمد إسماعيل، وذلك في إطار خطط إدارة الجوازات والهجرة لاستقبال المواطنين العائدين للبلاد. وأشار مدير جوازات مطار بورسودان الدولي العميد شرطة مهد الصديق إلى تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات الهجرية الخاصة بمغادرة وعودة المواطنين. بسم الله رب العالمين، وصلنا مطار بورسودان ولقينا استقبال من السيد مدير مطار بورسودان، والله استقبلونا استقبال حار وجزاهم الله ألف خير على هذا الشعور الطيب اللي بيخلي الإنسان فينا فعلا يشجع إنه يجي على السودان. ونتمنى إن شاء الله ربنا ينصر الجيش والناس كلها إن شاء الله تعود والبلد في أمن وأمان. والله ما قصرتوا ودخلتوا الفرح والسرور على قلبنا يعني، واستقبلتونا بالورود جزاكم الله خير، يعني كانت لفتة جميلة ولفتة بارعة، جزاكم الله خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم يعني رفعتوا روحنا المعنوية. تلقى مدير عام قوات الدفاع المدني الفريق شرطة حقوق دكتور عثمان عطا مصطفى التهاني والتبريكات من إدارات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر والضباط وضباط الصف وجنود الإدارة. وأشاد مدير عام قوات الدفاع المدني بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في كل الجبهات. والآن في معركة الكرامة، منذ بداية هذه المعركة ظلت قواتنا متواجدة في الخرطوم، بدءا من تزويد المستشفيات بالمياه أثناء المعركة. يمكن تعرض ناسنا للقتل، تعرضوا للركل بالأرجل وأصلوا ما يكفوا. حتى الآن هم مواصلين المسيرة في محلية كرري. الآن كل متحركات الدفاع المدني تسد الصغور، يتحركون مع المتحركات غتالا، يتحركون أيضا. زار ممثل ومدير عام هيئة الموانئ البحرية سعد عبد النبي نائب المدير العام للعمليات مستشفى أبو قصيصة بمدينة بورسودان، وقدم التهاني للمرضى. وكان قد استمع ممثل المدير العام لتقرير حول سير العمل للمستشفى وجاهزيتها لاستقبال الحالات المرضية خلال عطلة العيد. المستشفى طبعا بتخدم العاملين بالمستشفيات حوالي 18,000 تقريبا، وبتخدم طبعا غير المواني. هي تقريبا حسي حاليا شايله بورسودان كلها، والاخوان الاسر الجاد من الخرطوم المدني برضو بتخدم كلها. وفيها طبعا هي مستشفى تخصصيه فيها جميع التخصصات، نساء ولاده اطفال باطنيه جراحه وعمليات شغاله 24 ساعه، عمليات كبيره ومتوسطه. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت الموضوعات. اعود واذكر بابرز العناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالية تلقى تهاني عيد الفطر من مجلس الوزراء والأعضاء وقادة الأجهزة النظامية. والي الخرطوم يشيد بجهود جهاز المخابرات في معركة الكرامة. والي ولاية سنار يتفقد ارتكازات القوات المرابطة في الخطوط الأمامية. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.